انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم، بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في يا حبيبتي انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي، اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات، هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات؟ اهدي، هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبصي للكاميرا ومنتهى الانكسار وهتعيطي، وانا هنزل اللوجو، بدل ما يضيع حقها لازم نقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت، بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. لازم ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره، اكشن. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين الحالة يا استاذ ادهم؟ الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه بطنه مش اتوبيس. ادهم. ايوه مجنة ازرق، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. ايوه خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه، بقول لك يا جريشة انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب منع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شط واحد تحرش تاني مره، اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمات بوجهك؟ انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا هتسحبوا عينه كل ايه؟ يا حبيبي سيبني يا ضلال. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، لبسني واحده ست وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر، لكن حمله طلع التحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. حد جاي؟ يا نهار اسود، وشك وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغده، برافو، رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحمله خالص بجد. انت عارفه يا رغده اول مره حد ايه ده؟ رغده انت معايا ماما ولا ايه؟ لا لا ولا يهمك، اول مره حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك انا مبسوط جدا بجد. عشان كده انا بفكر اغير الشعار بتاع الحمله، لو حد اتحرش بيكي خد حقك بايديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة مين هيوصل رغدة؟ انا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض الكرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله، انا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة انا ما ينفعش اروح مع حضرتك خالص، لان انا اصلا ساكنه في ارض اللواء، وبعدين دي منطقه كلها رتب وفي لجان ممكن اتثبت هناك. طب خلاص يا جماعه مفيش مشكله، انا هوصلك في طريقي. رغدة يا جماعه ما تضغطوش عليها، اهلها مقاطع. انا موافقه اروح مع عند رانيا حتى نسلي بعض طول السكه. انا مش فاهمه يا رانيا ازاي انت بتتعاملي مع البني ادم اللي اسمه ادهم ده. ده بني ادم فظيع، تحسي كده ان كتله غريزه ماشيه على الارض. هو فعلا فظيع بس على نفسه. انا من اول يوم اشتغلت معاه فيه وانا موقفه عند حدوده. على فكره انا كذبت عليك يا رانيا، انا مش ساكنه في ارض اللواء ولا حاجه. ما انا خدت بالي طبعا، عشان كده اتدخلت وقلت ان انا اللي هوصلك عشان ارحمك من تحت ايده.